ثانوية عامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 106. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة هتبقى تحت عنوان ريفيجن أو مراجعة نهائية لمادة اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي. فيا ريت الطلبة اللي بتشاهدنا دلوقتي تركز مع كل الأساتذة اللي احنا هنقوم بتعريفهم دلوقتي معانا في الاستوديو. هيكون معانا في الحلقه النهارده مسيو محمد الحداد. مساء الخير يا مسيو. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. ويكون معانا ايضا في الحلقه مسيو محمود سعد. مساء الخير يا مسيو. مساء الخير يا مستر. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ويكون معانا ايضا في الحلقه مسيو محمد الطراس. مساء الخير يا مسيو محمد. مساء الخير يا مستر احمد. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. ويكون معانا ايضا في الحلقه مسيو محمد الويشي. مساء الخير يا مسيو محمد. مساء الخير يا مستر احمد. اخبارك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. ويكون معانا ايضا في الحلقه مسيو احمد الفقي. مساء الخير يا مسيو. مساء النور يا فندم. اخبار سعادتك؟ كله بخير الحمد لله. الحمد لله. واخيرا وليس اخيرا هيكون معنا في الحلقه مسيو هيثم عمر. مساء الخير يا مسيو هيثم. مساء النور مستر احمد. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير حضرتك. ان شاء الله حلقه موفقه وتمنيات القلبيه ومشاهده ممتعه بالنسبه للطلبه اللي بتشاهدنا دلوقتي، ويا ريت تركز مع الاساتذه اللي معانا في الاستوديو لانهم مجمعين كم كبير جدا من التمارين اللي هي عامله كفرنج او تغطيه لكل اجزاء الجرامر في المنهج. فنشوف الحلقه كده مع بعض يا ريت، ونستاذن المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا بيج نمبر 1 ونبدا مع مسيو محمد الحداد. اتفضل يا مسيو. الجمله يا شباب نمبر 1 il plaît elle n'ont pas froid fait a et va. طبعا انا عندي هنا يا شباب في المنهج في الوحده الرابعه expression de sensation، تعبيرات بتخص المشاعر او الاحاسيس. من التعبيرات دي avoir froid يشعر بالبرد، avoir chaud، avoir faim، avoir soif، avoir peur de، avoir envie de. التعبيرات دي يا شباب مع اي فاعل ما بتتغيرش، ما بتتغيرش بمعنى ما بتحطلهاش accord، ما بتحطلهاش اضافه سواء e او s او es. فانا هنا بقول il pleut هي بتمطر، elle n'a pas froid عايز اقول هي بتشعر بالبرد، هتبقى الاختيار نمرو b a elle a froid عشان froid ديت ما اتغيرتش. الجملة نمبر 2 أحمد إيم لي بواسون بوان فروا فرواد فروا شو. طبعا أنا عندي هنا يا شباب هنا هيجي أدجكتيف صفة، الصفة بيحصل لها أكور مع الاسم. عندي لي بواسون كلمة بلوريال فيمينا جمع مؤنث، فالمفروض هختار الصفة اللي فيها جمع مؤنث اللي هي الإجابة نمبرو بي. طبعا انا عندي هنا الجمله نمرو بي غير الجمله نمرو ا، نمرو ا فوا ما بتتغيرش عشان التعبير بتاع افوار، لكن هنا جت كصفه فبتتغير. الجمله نمرو 3 aujourd'hui le temps point froid le temps fait le temps en le temps est le temps vent. عشان طبعا parler de temps عشان اتحدث عن الطقس، في بعض القوالب، القوالب دي المفروض كل قالب ما يجيش مع القالب التاني، بمعنى كل تعبير معين ما بيجيش مع التعبير التاني، زي مثلا لتون اي الطقس يكون، زي ال في الطقس يكون برضو او الجو يكون، زي لسيال اي، كل ده بيجي وراه ادجكتيف. ممكن اجيب تعبير اليا بيجي بعديه ارتيكل بارتيتيف زي دو والدولا والدولا ابوستروف والدي. في تعبير زي ال بلو السماء تمطر، وال نوج يعني التلج بيتساقط. فانا هنا لما اجي اختار في الجمله نمبر 3 استبعد طبعا الاختياري الاول، لان الاختيار الاول ده بيجي مع ال في الماسكولا، يبقى انا هختار الجمله نمبر 3 هختار لها الاجابه نمبر سي لي تون اي فوا يعني الطقس يكون بارد. الجمله نمبر 4 لو جوير بوين بيان بور لو شامبينيون. طبعا انا عندي هنا الاختيار نمبر ا انترين، الجمله الاختيار الثاني سونترين، الثالثه في، الاخيره برومين. الاول يا شباب هشوف السوجي، السوجي هنا الفاعل لي جوور كلمه بلوريال كلمه جمع، فهستبعد طبعا نمبر سي وهستبعد نمبر دي، اصبح عندي في انترين اللي هي نمبر ا وسونترين نمبر بي. طبعا في فرق كبير ما بين الاثنين، الأولى ده الفعل والفاعل أو الفعل والمفعول بيبقوا مختلفين، يعني الفاعل بيبقى مختلف عن المفعول وبيحتاج المفعول مباشر. أما سونترين ده طبعا فيرب برونومينال يعني فعل ذو ضميرين،
الفعل ذو الضميرين ده في الغالب او بنسبه كبيره جدا بيجي وراه مفعول بعده اندايركت، الا طبعا لو انا بستخدم فعل من الافعال اللي بتدل على حاجه شخصيه، زي مثلا ما اقول جو مي لاف لو ما، انا بغسل ايدي، او جو مي بروس لي دون، انا بغسل اسناني. لكن الطبيعي ان الفعل ذو الضميرين لازم المفعول بتاعه يبقى اندايركت غير مباشر. فطبعا انا عندي هنا المفعول غير مباشر، والفعل ذو الضميرين الفاعل والمفعول بتاعه بيبقوا واحد نفس الشخص، فهقول لو جوار سونت غن، الاجابه نمرو بي، لان الاولى بتحتاج لمفعول مباشر وانا عندي هنا المفعول اندايركت غير مباشر. احسنت مسيو محمد. ننتقل لبيج نمبر 2 مع مسيو محمود سعد، اتفضل يا مسيو. طلابنا الاعزاء، زي ما مسيو محمد قال، احنا ان شاء الله عاملين مراجعه جميله جدا ان شاء الله تنبسطوا معانا النهارده في الحلقه، ومجمعين كم من الاسئله جميل جدا ان شاء الله تستفادوا منه كلكم. استكمالا طبعا للجمل، باج نمرو 2، الجمله رقم 5، جي مال. طبعا جي مال من تعبيرات افوار، افوار مال. كده دخلنا على اونيتي 4 الوحده الرابعه. الدرس الاخير كان درس مهم جدا، بيتكلم عن حاجه اسمها الدولور فيزيك، اللي هو الالم الجسدي او البدني. الالم الجسدي والبدني بنستخدم له معاه تعبير مهم جدا اسمه افوار مال. افوار مال بيجي بعديه البارتي دو كور، اللي هي اجزاء الجسم او اعضاء الجسم. فانا لما اقول جي مال او دو، اشعر بالم في الظهر، معنى كده ان انا نوفا بابيان، لست بخير. فهنستخدم طبعا تعبير مهم جدا، تعبير اسمه اليبيان، يشعر بايه؟ بخير او يكون بخير. فهنستخدم الاجابه نيميرو بي، يبقى جي مالو دو، اشعر بالم في الظهر. جو نوفي بابيان، لا اشعر اني بخير او لا اكون بخير. الجمله نيميرو 6، إلا مال، يشعر بألم. برضو تعبير من التعبيرات المهمة جدا، أفوار مال، يشعر بألم. لسه من شوية قلنا إن التعبير ده لازم يجي بعديه حرف الجر الآ، وطبعا الآ مع البارتيدو كور مع أجزاء الجسم لازم يحصل لها كونتراكتي إدغام. فبنشوف اللي هو البارتيدو كور اللي بعد البوان، اللي بعد النقط، كلمة بيه، كلمة سانجولي ماسكولا، مفرد مذكر، فعلى طول هتاخد الإجابة رقم سي نيميرو سي اللي هي أو، يبقى إلا مال أو بي، يشعر بألم في القدم. الجملة نيميرو 7، إلا دو مال. طبعا هنا التعبير ده لو بالكمباريزون، بالمقارنة كده، ممكن الطالب يحس إن الاتنين شبه بعض، ولكن طبعا بيختلفوا لوجود حرف أو لوجود أداة الديو. الديو اللي قبل مال بتغير التعبير خالص، وبيبقى أفوار ديو مال، يجد صعوبة فيه أو يجد مشقة فيه. ده على طول بيجي بعديه الآ زائد لو فيرب آل إنفينيتيف، الفعل في المصدر. فإحنا عندنا بعد البوان المصدر مارشي، على طول يبقى الآ مش هتتغير، يبقى الإجابة نمرو سي، يبقى إلا ديو مال، آ مارشي، يجد صعوبة في المشي. الجملة نيميرو 8، لا جومب، الساق. دي طبعا من البارتي دو كور برضو، أجزاء الجسم. مو طبعا برونوم بيرسونيل، ضمير شخصي. بوان مال، طبعا الطالب اللي بيحل بسرعة لما يشوف بعد البوان، بعد النقط، كلمة مال، على طول دايما ذهنه يروح لتعبيرات فيرب أفوار، أفوار مال، يشعر بألم. خصوصا إن هو جايب لي رقم دي، ده فيرب أفوار، وده طبعا كلام غلط، لأن إحنا لازم نستفاد يا جماعة دايما. إحنا الامتحانات كلها شوا اختياري، والاختياري لازم يكون الطالب شاطر جدا في الاستبعاد. فأنا عندي مثلا لو بصيت للبرونوم بيرسونال، الضمير الشخصي المو، هلاقي إنه بينتهي بلاتر كونسون بحرف ساكن، فعلى طول ما ينفعش يجي الفيرب مبدوء ب فويال بحرف متحرك. على طول هنستبعد الاختيار رقم بي ودي، على اساس ان طبعا انا هشك ان هي افوار مال، ولكن وجود البرونوم بيرسونال يستبعد لي على طول الايه؟ الفيرب المبدوء ب فويال على طول. علشان كده هناخد الاختيار رقم سي، في مال يعني يؤلم، وده تعبير من التعبيرات المهمه جدا، لا جون مو في مال، يعني ساقي او رجلي تؤلم. ماشي، احسنت يا مسيو محمود. ننتقل لبيج نمبر 3 مع مسيو محمد الطراز، اتفضل يا مسيو. استكمالا للمراجعه بتاعتنا، الجمله لا فراز نمبر 9، الجمله بتقول لو مونتو اي ابوا، شوزي نمبر ا، نوار 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 نوار. هنا دلوقتي انا هبدا اركز عليه، لو قال لي لو مونتو اي وشال كلمه ابوا كده، هنا الصفه هتتبع كلمه لو مونتو مفرد مذكر. لكن هنا بيقول لي لو مونتو اي ابوا، ابوا منقط، دي حاجه لها علاقه بالتصميم، بترجعنا لثانيه ثانوي، كل ما له علاقه بالتصميم بيسبق بيكسو. بعد كده انا عندي كلمه بوا جمع مذكر، واحنا عرفنا دايما الجمع المذكر دايما اخره يا اما اس او اكس، فهنا هختار الاختيار نمرو سي، يبقى لو مونتو اي ابوا نوار نمرو سي. لا فراز نمرو 10، مونسيو سا فو بوان دالي او ميوزي. هنا هركز شويه، انا عندي هنا الفو، وعندي قبليها سا،
هنا بيقول مونسيو سافو دالي او ميوزي. هنا هختار التصريف الفعل بناء على سا، واحنا عارفين ان سا بيصرف معاها الفعل زي الضمير إيل. عندي في الاختيارات نمرو A ديت دي دي ديزون. هنا هبدا افكر سا بتساوي الضمير إيل، فيرب دير مع الضمير إيل بيبقى دي، الاختيار نمرو بي يبقى مونسيو سافو دي دالي او ميوزي. وبرده بنفتكر الجزئيه دي ان هي في الاقتراح بروبوزيسيون سافو دي او ساتو دي. لا فراز نمرو 11 بوا ميدوسا اي جانتي. خلي بالك كلمه ميدوسا تمشي مذكر وتمشي مؤنث. هبدا اشوف الصفه اللي جايه بعدها اي جانتي، جانتي هنا مؤنثه وانا عندي في صفات الاشاره بنفتكر مع بعض الاختيار نمرو A ست بتيجي مع المفرد المذكر اللي اوله حرف متحرك. طال نمرو بي سو بتيجي مع المفرد المذكر اللي اوله حرف ساكن. نمرو سي ست بتيجي مع المفرد المؤنث ايا كان. الاختيار نمرو دي سي تيجي مع الجمع ايا كان. هنا هقول سات ميدوسا اي جانتي. افتكر برضو كلمه زي كلمه انفا طفل وكلمه زي كلمه ايلاف تلميذ تمشي برضو مذكر وتمشي مؤنث، فبنركز دايما في الجزئيه دي. بعد كده لا فراز نمرو 12 بيرسون ني بوا اي ابري مينوي. خلي بالك هنا الجمله باسي كومبوزي لوجود كلمه اي بمعنى امس. هبدا اشوف انا عندي المساعد لوكزيليير اتر فيرب اتر، هبدا اشوف هل انا هحط تبعيه ولا لا. انا عندي هنا بيرسون ني لا احد، مش معناها بيرسون شخصيه اللي هي طرق النفي، فهنا مش هدي تبعيه لان هي بتعامل معامله الايل فمفرد مذكر وانا مش بحط تبعيه مع الايل، فهختار الاختيار نمرو A يبقى بيرسون ني فينو اي ابري مينوي. سي فيني. احسنت مسيو محمد. ننتقل لبيج نمبر 5 مع مسيو محمد الويشي. اتفضل يا مسيو. بيج نمبر 4 دي سؤال رقم 13 سي اباري فوتو دو فليب. مبدئيا كده لازم حضرتك تبقى عارف ان كان عندنا ثلاث اشكال وانواع من طرق الملكيه، الملكيه بالصفات ودي كانت تبنيه على الاسم او الشيء المملوك، وتاني حاجه الملكيه بالدو يعني بتجيب لي المملوك والمالك وبربط بينه بالدو، وتالت شكل اللي هو كان اتر ا بيكون الى احد، سواء هي تجيب بعدها اسم عام كاشخاص اللي هو بياخد اداء قدامه او حتى اسم خاص اللي هو كاسم زي اسم الشخص او حتى ضمير ايه تاكيدي. طب ده النوع اللي عندنا منين؟ من الملكيه رقم 2 الملكيه بالدو. هنا بيقول لك لاباري فوتو بمعنى اله التصوير، دو فليب بتاعت فليب. لازم تبقى عارف ان الملكيه بالدو طالما انا عارف ان لاباري فوتو بتاعت فليب في الحاله دي لازم عندي لاباري فوتو تسبق بادوات تعريف، يعني حتى ان الدال هنا انا باغي فوتو دو فليب طبعا سوني با فغي ده مش صح. ليه؟ لان انا هنا عارف ان الاله التصوير بتاعت مين؟ فليب. يعني اذا لو انا بنسب الشيء المملوك لصاحبه وانا عارفه موجود عندي في السؤال لازم استخدم هنا ادوات تعريف، فبناء عن ذلك ما عنديش غير اداه واحده بس هي بتاعت المعرفه، لان طبعا ايه كلمه اباغي كوموس باغ اون فيال تبدا بحرف متحرك، فعشان كده هستخدم ايه؟ الابوستروف. في حاجه بقى ثانيه عندنا كلمه اله تصوير او حتى كاميرا في المنهج كتير قوي، كان عندنا لاباغي فوتو ودي كانت كلمه مذكره، كان عندنا كلمه اون كاميرا في منهج ثانيه ثانوي الترم الثاني اللي هي الوحده الرابعه اللي اتلغت على حضرتك، كان عندك كلمه كاميرا او اسف في منهج ثانيه ثانوي الترم الاول بالتحديد جت في مرتين في المنهج في ثانيه ثانوي الترم الاول في الدرس بتاع الطقس، وكذلك في الترم الثاني لما كان بيتكلم على اله التصوير اللي هي كلمه ويب كام. ويب كام برضو دي كلمه مؤنثه، يبقى لحد دلوقتي لاباغي فوتو مذكره وكلمه كاميرا برغم ان هي ما بتنتهيش بالاو لكن الكلمه دي مؤنثه، وكذلك كلمه ويب كام برضو اللي هي كاميرا الانترنت. وتخلي بالك ان كلمه فوتو نفسها كلمه مؤنثه، يبقى باغي فوتو مذكره لكن كلمه فوتو مؤنثه. نيجي لرقم 14 ميلاني ا بوان هومير اللي تري تريست، هي بتكون حزينه جدا، فبالتالي كنا واخدين تعبيرات في منهج ثانيه ثانوي être de bonne humeur او mauvaise humeur بمعنى مزاجه حلو او وحش، وكانوا عندنا تعبير ثاني avoir une bonne humeur او avoir une mauvaise humeur. طبعا مبدئيا كده تبقى عارف وده مطبع عند حضرتك ان كلمه humeur دي كلمه مؤنثه، يبقى كلمه مزاج مؤنثه، وبالتاكيد قالت حتى elle est très triste هي بتكون حزينه جدا، فبالتالي بالمنطق كده لو جيت استبعد اجابات un mauvais ولا une mauvaise ولا un bon ولا une bonne لازم تستبعد. عند بيبقى دايما الطالب الذكي بيجي له اربع اختيارات هو بيختار ما بين اثنين. لو انا فاهم ان هنا كلمه التريت خيست كلمه حزين اللي بتساوي كلمه ايه؟ بتساوي كلمه مي كونتون اللي هو مستاء، او بتساوي كلمه مالوغ اللي هو تعيس، او حتى بتساوي التعبير اتر دو موفيز ما. اذا بالتالي هنا بتكلم على صفه ايه؟ موفيز. طب لها شكلين، يا اما تبقى في الشكل المذكر زي ان موفيز، او في الشكل المؤنث زي ان موفيز. طبعا انا عندي كلمه امير كلمه مؤنثة، فبالتالي بستخدم une
موفايز الاجابه نيميرو بي. نيجي بعد كده على لا بوكس اي تان دي سبور. اذا الملاكمه تكون واحد من الرياضات. خلي بالك الان هنا مش معناها دي مش اداه نكره، دي مش الان اللي بتوضع قدام اسم المفرد المذكر. هتقولي ازاي اصلا الان بيجي وراها دي؟ الان بتيجي طبعا الاسم الايه الماسكولان سانجليه المفرد المذكر. طيب والدي بتيجي للبلوريال للجمع. طيب دلوقتي المفروض ابقى انا اعرف ازاي الان يجي ورا بعض، الان ودي يجي ورا بعض. طبعا هنا معناها يا جماعه واحد او واحده من، واحد او واحده من اللي بيجي وراها. اذا بالتالي هنا بنستخدم كلمه سبار، يبقى معنى الجمله واحد من الرياضات. طب هنا المفروض احنا واخدين قاعده بتقول طالما بختار صفه كلمه فيولانت المؤنثه ولا فيولان الجمع المذكر ولا فيولان المفرد المذكر ولا فيولان الجمع المؤنث، هنا بختار الصفه حسب ايه يا مسيو؟ اقرب موصوف. اذا بالتالي لابوكس الاقرب ولا ديسبا الاقرب؟ الاقرب طبعا ديبوكس، اسف ديسبا. اذا بالتالي باخد انا على كلمه ايه؟ اسباغو هي كلمه جمع مذكر، فبالتالي الاجابه تبقى رقم بي. ولكن تخلي بالك كلمه لابوكس جت في امتحان ثانويه عامه قبل كده السنه اللي فاتت، لابوكس ايه؟ انسباغ. تكون انسباغ ايه؟ في الحاله دي كلمه انسباغ مفرد مذكر، فاختار في الحاله دي الاجابه نيمغو سي. يبقى اذا لو شلت كلمه دي وسباغ اللي فيها اس جمع دي تبقى انسباغ، في الحاله دي اختار الاجابه رقم سي. ولكن هنا اند سباغ فالصفه تتبع اقرب موصوف لها، فبالتالي اقرب موصوف هي كلمه سباغ الجمع المذكر، فاختار الاجابه رقم كام؟ بي. الى في ديلو الى مال او جامب. هنا مبدئيا كده معنى الجمله ايه؟ هو مارس ديلو رياضه العجل الى مال او جامب، هو عنده الم في الساق. هنا الاختيارات بتقول اسي الى حد ما والى حد الى ايه الى قدر كافي بكو كثيرا بكو دو كثير من انت قليلا. طيب لازم حضرتك تبقى عارف ان ظروف الكميه تتبع بحرف الجر دو، ده اول معلومه. وممكن ان احنا نحذف حرف الجر دو لما يكون الاسم اللي انا بيجي بعد النقط مسبوب اداه. هنا عندك كلمه فيلو مسبوب حاجه؟ لا طبعا. هنا من حقي هنا اضع ظرف كميه خاص بدو، فمنطقيا كده الاجابه حل نفسها. يبقى الاجابه رقم كام؟ سي، لان دي اللي فيها دو. هنا معنى الجمله الى في هو عمل بكو دو فيلو عجل كتير، عشان كده رياضه العجل كتير، عشان كده هو عنده ايه؟ الم في الساق. يبقى الجمله الى في بوكو دو فيلو الى مالو جامب. احسنت مسيو محمد. ننتقل لبيج نمبر 5 مع مسيو احمد الفي. اتفضل يا مسيو. اهلا بكم. دفعه 2021 ورحله البحث عن الكارونت نوت في اللغه الفرنسيه، وان شاء الله الطريق مفروش بالورود. لما بنتكلم النهارده عن ريفيزيون في الجرامير، فاذا انا بعمل لك هيلب كبير جدا جدا في الدوكيومون اللي عليها 12 نوت، بالاضافه طبعا للجرامير اللي عليه 6 نوت، يعني بنتكلم في 28 درجه، يعني اكتر من 80% بالنسبه للاكزاما. طيب اوكي، خلينا نبدا مع بعض في الفراز نمرو 17. بيقول نو بوا دو كافي نوا. هنا تحديدا انا بعلمك وبتعرف ازاي يبقى عندك تالون وكاباسيتي ان انت تحل الجرامير من خلال الترادكسيون والترانسليت، ازاي تقدر تترجم وتقدر من خلال الترجمه ان انت توجد حلول للجمل اللي زي دي، بحيث ان انت تبقى مطمن قوي للحل بتاعك. هنا كلمه كافي نوا اللي هي كوفي بلاك، اوكي، يعني قهوه، وده بواسون ده مشروب. اوكي انا عندي في نمرو ا بريفيرون ونمرو سي ديتستون. فيرب بريفيري وفيرب ديتستي دي فيرب دي جود من افعال الميول، وبالتالي احنا عارفين ومتاكدين ان دايما بيجي بعديهم ديتيرمينون محددات. اذا انا هستبعد ا وسي، اتبقى لي بي اللي هو فيرب مونجون ودي بوفون. اوكي كافي نوار احنا اتفقنا ان هي كوفي قهوه، اوكي ده بواسون. يبقى هنا فيرب مونجي اللي معناه ايت ده هستبعده نهائيا، اتبقى لي اختيار واحد فقط اللي هو بيفون اللي هي نمرو دي، يبقى نقول نو بيفون دو كافي نوار. نمرو 18 مون فرير بوان افيك سون شيان. افيك دا بريبوزيسيون اللي هو معناه with مع، هو طبعا مفتاح الحل بالنسبه لي في الجمله دي تحديدا. طبعا لو انا بصيت على نمرو ابرون، برون طبعا معناه تيك ياخذ، لو انا ترجمته وعملت ترانسليت للفراز يبقى اخويا ياخذ مع كلبه، لا هنا الترانسليت والترجمه مش مظبوطه. لو بصيت لنمرو دي ا اللي هو فيرب تو هاف اللي هو يمتلك، لو انا ترجمت كده هقول اخي يمتلك مع الكلب، يبقى كده الترجمه مش مظبوطه. يبقى لي نمرو بي وسي في النقطه دي تحديدا، يمكن احنا اتكلمنا فيها في الحلقه اللي فاتت مع الساده المحترمين اللي كانوا متواجدين معانا، والفرق ما بين الفيرب لما يكون معاه سو وغيره. يمكن اتكلمنا دي تحديدا في النقطه دي مع فيرب سونتريني اللي هو يتدرب.
لما اقول لو جوور سونترين شاك جور يبقى هنا اللاعب يتدرب يوميا. انما لما اقول لونترانور انترين لي جوور يبقى هنا المدرب بيدرب اللاعبين. ففي فرق كبير هنا. سوبرمان سوبرمان معناه يتنزه، وبرومين ينزه. سوبرمان هي عائده على الشخص ذاته، انما برومين يبقى بينزه حد تاني. يبقى انا هنا محتاج ان انا اختار نمرو بي، يبقى مون فرير سوبرمان افيك سون شيان، يعني اخي يتنزه مع كلبه. في نمرو 19 لي زيكزامان كيسك تو بوين بونس. فيرب بونسي مرتبط ارتباط دائم بحرف الجر دو لما يكون بيسال عن لافي او لوبينيون الراي. يعني اقول كيسك تو بونس دو ماتش، كيسك تو بونس دو مي فيتمون، كيسك تو بونس دو سو فيلم. يعني دائما فيرب بونسي بيجي بعديه دو. اذا احنا عارفين ومتاكدين تماما ان الكومبليمون المسبوق بدو ومشتقاته سواء دو او دو لا او دو الا ابوستروف او دي بعوض عنه ببرونو بيرسونيل اون. يبقى هنا هقول لي زيكزاما كيسك تو يون بونس، وهو طبعا اكسبريسيون عود نفسك عليه لما تلاقي بوان قدام فيرب بونسي بتستخدم اون عشان يعبر عن لوبينيون او لافي. كيسك تو يون بونس. في نمرو 20 جو ني با بوان دورمي سيت نوي. في امتحان 2017 كان في فراز مشابهه لدي تحديدا. هنا انا عندي زمن الباسي كومبوزي، فيرب افوار ما بين نو با في حاله النفي، ودورمي هو البارتيسيب باسي بتاع الفراز. اوكي انا عندي في نمرو ا تري. تري طبعا لازم يجي بعديها ادجكتيف، وانا جاي بعديها بارتيسيب باسي، يبقى اوريدي خرجت بره نطاق الاختيار بتاعي. ترو هو طبعا ادفيرب دو كونتيتي، ترو لازم يجي بعديها دو. اوكي وبعديها نو اسم او بتيجي على فان دو فراز في نهايه الجمله. بون هي اوريدي ادجكتيف وما فيش ادجكتيف مع الفيرب. اوكي يبقى انا هنا استخدم بيان كادفيرب لانه هو اللي بيبين طريقه حدوث الفعل. فاقول جو ني با بيان دورمي سيت نوي، انا لم استطع ان انام جيدا هذه الليله. احسنت مسيو احمد. ننتقل لبيج نمبر 6 مع مسيو هيثم عمر. اتفضل يا مسيو. طلاب ثانويه عامه على مستوى الجمهوريه، اهلا بيكم النهارده في حلقه مهمه جدا من حيث المراجعه النهائيه. النهارده حاولنا على قدر الامكان ان احنا نلم لكم اهم الافكار اللي موجوده عندنا في المنهج. هنبدا بنمرو 21 الفو مانجي بون لي جيم شاك جور. اولا بالنسبه لطلبه ثانويه عامه، انا مش عايزك تقف قدام الجمله اللي جايه لك في الامتحان وانت في الوقت ده مش عارف تحلها. انا عايزك تتعامل مع السؤال بشكل احترافي غير تقليدي بالمره. هيبقى عندك في الوقت ده اربع اختيارات موجودين في كل جمله اختياري. انا عايزك بالتدريج تحذف في الوقت ده كل اختياري مش هينفع في الوقت ده تختاره على حسب الجمله اللي انت بتقراها عندك. وبالتالي لو احنا وصلنا ان احنا في الوقت ده ان احنا يبقى محتفظين بس في الاخر باختيارين اختيارين بس، يبقى في الوقت ده انا عندي كل تركيزي هيبقى قايم على الاختيارين الموجودين، لان تركيز العقل البشري لما يبقى مشتت ما بين اربع اختيارات غير لما يبقى تركيزي كله قايم على اختيارين. عندنا نمرو 21 الفو مانجي بون لي جيم. طبعا في الوقت ده اخدت ان اي ادجكتيف بلوريال بليس نو بلوريال، اي صفه جمع جاي بعدها اسم جمع في الوقت ده هنختار معاها دو سانزاس. لكن لو في الوقت ده عندي جاي النو قبل الادجكتيف ففي الوقت ده هنختار عندنا دو بلوريال كونت اون دي ديفيتمون ليجي. وطبعا في الوقت ده في الجمله رقم 21 يبقى في الوقت ده عندي هنا بون لي جيم، هنا عندي صفه جايه قبل الاسم، وفي الوقت ده يبقى هنختار نمرو بي. 22 فو فيني ايطالي. عندنا فيرب فينير ياخد عندنا حرفين جر، ياخد عندنا حرف الجر دو لو جاي بمعنى ياتي من، وعندنا حرف الجر لو جاي بمعنى ياتي الى. طبعا في الوقت ده اللي جاي بعد النقط عندنا هنا دوله زي ايطاليا، يبقى في الوقت ده هنا عندنا اول اختياري اللي هو الاختيار مش هينفع، لان انا لازم عشان اختار الدو الا ابوستروف يبقى عندي بعد النقط مكان زي لما اقول في الوقت ده فو فيني دوليكول. وبالتالي مش هينفع كمان نختار الاختيار الاخير اللي هو نيميرو دي، علشان في الوقت ده فيرب فينير لازم يجي معاه بروبوزيسيون وليس في الوقت ده اداه معرفه. وبالتالي كمان هنحذف عندها الاختيار بي، لان انا عندي ايطالي كوموس بار اني فايال، وبالتالي يبقى عندنا الاجابه الصحيحه نيميرو سي. 23 مي بارون فيف بروسل دوبوي 4. عندي فيرب فيفر في الوقت ده هياخد عندنا حرف الجر ا. طبعا في الوقت ده الكلمه الموجوده عندنا بعد النقط بروسل سي لا كابيتال دي بلجيك، دي عاصمه بلجيكا. وفي الوقت ده يبقى انا هستبعد اول حاجه الا، لان الا لازم في الوقت ده يجي بعدها مكان زي لما اقول في الوقت ده جو في الا كامباني. وبالتالي انا مش هينفع كمان اني اختار الاختيار نمرو دي، علشان في الوقت ده اللي بجاي بعض النقط مدينه وليس دوله.
وفي الوقت ده يبقى انا عندي مش قدامي غير ان انا اختار الاختيار رقم بي، لان الـ هيجي مع القارات وهيجي مع الدول. نخلي بالنا كمان في الجمله رقم فانتروا، في نيرو فانتروا، ان بريسل هنا هو منتهيه بحرف الاس، فممكن طالب يفتكرها وقتها انها جامع. خلي بالك ان مفيش حاجه عندي اسمها مدينه جامع، جميع مدن العالم مفرده وجميع مدن العالم مؤنثه ما عدا لوكير، لوفايوم، لوسيناي. نيرو فان كاتر ميكوبا دالوبيس. طبعا هنا دي جمله امريه في الوقت ده قايمه على اقتراح فكره. نخلي بالنا من الاول فيرب اللي هو فيرب مونتري، ده معناه يوضح او يوري. طبعا مش هينفع سينبالوجيك دون سيت فراز. بول نيرو بي مونتون دالوبيس، عندي فيرب مونتي في الوقت ده ياخد عندي حرف الجر دون لو جاي بعده في الوقت ده وسيله مواصلات، وياخد بعده حرف الجر لو جاي في الوقت ده معاه لو شيفال، زي لما اقول جومونت شيفال. طبعا مش هينفع نختار نمرو سي علشان فيرب دو ساندر لو كان جاي بعده حرف الجر يبقى يجي في الوقت ده معاه مكان، اما لو كان جاي بعد حرف الجر دو يجي في الوقت ده بعد وسيله مواصلات، زي لما اقول جو دو سون دي تران. وبالتالي فيرب براندر اللي جاي في نمرو دي لازم يجي بعده في الوقت ده اداه معرفه او اسم مسبوق باداه، وبالتالي يبقى في الوقت ده مش قدامي غير نمرو بي ميكوبا مونتون دالوبيس. احسنت يا مسيو هيثم. ننتقل لبيج نمبر 7 مع مسيو محمد الحداد. اتفضل يا مسيو. أعزائي الطلبة، بنستكمل مع بعض أفضل الجمل وأحلى الجمل الملتقاة. عشان حلمك قرب عايزك تمسك فيه بإيديه وسنانك، ما تسيبوش. أولياء الأمور تعبوا معاكم من أول السنة، فأنت برضو أعمل اللي عليك وأكتر كمان. الجملة نمرو 25 تنمبا لدلتا بلان. تنمبا لدلتا بلان طبعا ده كيستيون نيجاتيف، يعني سؤال منفي. بوا جو لو براتيك افيك ان مونيتور، يعني أنا بمارسه مع مدرب متخصص أو مدرب رياضات معينة. طبعا لما يبقى عندك السؤال منفي بهل، أنا عايزك تشطب الني والبا، تحذف الني والبا. لو الجملة ادتك نفس المعنى أو معنى مشابه لي فأنت بتختار سي أوتوماتيك، وبتستبعد طبعا وي على طول. يعني وي دي ما ينفعش تجاوب على سؤال منفي بهل. يبقى أنا هنا الإجابة الأولى أنا هحذفها وهختار الإجابة نمرو سي اللي هي سي. يبقى انت هل انت ما بتمارس الطيران الشراعي؟ بلا، بمارسه مع مدرب. الجمله نمرو 26 لو ريستورون اون بوين مانج افيك ما فامي. طبعا الطلبه كلها واخده ان اول لما يلاقي فعل مانجي بياخد طبعا ارتيكل بارتيتيف اداه تجزئه، فبيجري على طول يختار البرونو بيرسونال اون. عندي طبعا هنا الجمله مش هينفع اختار فيها برونو بيرسونال اون، لان انا هنا لو كملت الجمله اون مانج افيك ما فامي او ريستورون، احنا بناكل مع العيله في المطعم، فاصبح هنا المطعم هنا ليو مكان. يبقى انا هنا هختار الاجابه نمرو بي اجريك. الجمله نمرو 27 ماسور. هنا طبعا في بوان دو اكسكلاماسيون، يعني علامه تعجب. ابقى مخلي بالي لو انا عندي فاعل وفي علامه تعجب، يبقى انا هنا بتكلم على صيغه او زمن الامبيراتيف اللي هو صيغه الايه؟ صيغه الامر. لو انا عندي بوان ديكسكلاماسيون او فيرجيل او الجمله بدات ببوان، بس طبعا ما تبقاش جمله استفهاميه، يبقى انا بتكلم على صيغه الامر اللي انا بخاطب التو او النو او الفو مع حذف الثلاث ضماير وبيبقى لي الفعل، يبقى هو ده الامر. فما سور يبقى ما سور هنا منادى، بوان تي دوفوار افو avant la nuit، قبل الليل، في ولا فت ولا في افيك اس ولا رانج. طبعا انا هنا هختار الاجابه نمرو سي في افيك اس، والاس طبعا هنا مش هتتحذف لان الفعل ده من افعال المجموعه الثالثه. لو انا ما عنديش البوان ديكسكلاماسيون، ما عنديش علامه التعجب، كنت اخترت الاجابه نمرو بي. الجمله نمرو 28 يير il point passé point le dentiste. طبعا ده نوع جديد من الجمل، ان هو بيجيب لي دو بوان، نقطتين في الامتحان، وده طبعا عايز تركيز جامد جدا. انا عندي هنا فعل باسي وفعل مونتي وفعل ديسوندر وفعل سورتير وانتري، دي من الافعال اللي ممكن يجي بعدها مفعول ديريكت ومفعول انديريكت. طبعا لو جه وراها مفعول غير مباشر فباخد اوكسيليير اتر في الباسي كومبوزي، ولو جه وراها مفعول ديريكت مباشر بتاخد الاوكسيليير افوار. لان في بعض الطلبه ما بتعرفش تترجم، فانت الفيصل عندك هنا حرف الجر. شوف هنا فعل باسي خد حرف جر ولا لا، او هياخد حرف جر ولا لا. طبعا هو هنا هياخد حرف جر، فهختار اي شي ولا شي ولا فا ولا فيان شي. طبعا انا هنا هختار الجمله نمرو
اي شي، لان طبعا هنا الفعل باسي هيجي وراه مفعول انديريكت غير مباشر، يبقى ياخد الاكسيليير اتر. احسنت مسيو محمد. ننتقل لبيج نمبر 8 مع مسيو محمود سعد، اتفضل يا مسيو. دلوقتي هنركز مع بعض في الجمله نمرو 9 او فان 9، الجمله رقم 29، ودي طبعا فكره مهمه جدا خاصه بالبرونوم بيرسونال، الضمائر الشخصيه. طبعا لما نتكلم عن الضمائر الشخصيه بنتكلم عن اقوى جزئيات او اسئله الجرامير، القواعد. ستروب هذا الفستان، مي بوا افون دو سورتير. طبعا عندنا هنا الفاعل او المفعول اللي هجيب بداله الضمير الشخصي كلمه ستروب هذا الفستان. طبعا الفستان ده طبعا غير عاقل، فاوريدي على طول هنستبعد الاختيار رقم بي اللي هو المي، هنستبعده خالص. وطبعا ستروب هنستبعد برضو الاختيار رقم دي، لان الاختيار رقم دي الضمير الشخصي الاو ده محتاجين، بيجي طبعا من اشهر حاجه ليه مع فعل فير مع السبور والاكتيفيتي، وبيجي برضو مع الافعال فعل مونجي اللي بنسموها الفيرب دو بارتيتيف اللي هي افعال التجزئه مع الاليمون والبواسون اللي هي الماكولات والمشروبات. فعشان كده هيبقى قدامي اللا اللي اختيار نمرو ا، والاختيار نمرو سي ال ابوستروف. طبعا اذا كان بعد البوان، طبعا ستروب كلمه فيمينا مؤنثه، فهنختار الاجابه رقم ا. طبعا ممكن واحد يشك ان بعد البوان ده حرف فويل متحرك، فطبعا ده بريبوزيسيون حرف جر او ادفيرب، فمش هينفع نعمل معاه ابوستروف. يبقى الاختيار نمرو ا، يبقى ستروب مي لا ارتدي افون دو سورتير قبل ان تخرج. الجملة رقم 30 بتتكلم عن لور الساعة، درسناها في أولى ثانوي في منهج الترم الثاني. إلي سيزور الساعة 6، طالما اتكلمنا على الساعة يبقى على طول هنستبعد الاختيار نمرو بي والاختيار نمرو دي، لأن دول ما بتعملش معاهم مع الساعة خالص. بنختار إما إيه وإما موا. الفرق بين إيه وموا مع كلمة كار اللي هي الرب، لو سبقت دي أرتكل ديفيني أداة معرفة على طول هيبقى الاختيار نمرو سي موا، يبقى إلي سيزور موا لو كار الساعة 6 إلا رب. لو الأرتكل ديفيني مش موجودة بعد البوان كنا هنختار على طول الإجابة نمرو آ. بعد كده السؤال نمرو 31، 31 لاسو مين باسي، طالما قال لي لاسو مين باسي يبقى بنتكلم في الباسي كومبوزي في الماضي المركب، برضو احد الازمنه القويه جدا عندنا في المنهج. ال افيك اس طبعا او ال بوان في دو سي، طالما بعد البوان في طبعا الفي بارتيسيب باسي اسم مفعول، على طول هنستبعد الا والدي، لان طبعا فون في الفيتور بروش في المستقبل القريب عايز فيرب انفينيتيف، والاختيار رقم دي فيان دو زائد انفينيتيف مصدر، ده باسي ريسون ماضي حديث، دول محتاجين فعل في المصدر. يبقى انا قدامي الاختيار نمرو بي والاختيار نمرو سي، طبعا الفي البارتيسيب باسي اسم المفعول من فعل فير مش من افعال فيرب اتر، فنختار نمرو بي، يبقى لاسو مين باسي الزون في دو سي. السؤال نمرو 32 ساتو دي، ساتو دي ده تعبير مهم جدا خاص بالبروبوزيسيون بالاقتراح، بيجي بعديه طبعا الدو زائد الفيرب الانفينيتيف الفعل في المصدر. طبعا ديت من الافكار الجديده المهمه جدا ان شاء الله تيجي السنه دي، اللي هو اختيارين نفسهم في الايه في السؤال، فاللي يشغل باله يا جماعه دايما بالاثنين مع بعض هيغلط في السؤال ده، لازم احل واحده واحده. انا عندي مثلا الدي ابوستروف يبقى لازم الفعل يبدا بلاتري فويال بحرف متحرك، فهفكر في الا والبي. طبعا عندنا فيرب الي خلاص، الباتيسي الحلواني ده عاقل طبعا فهياخد حرف الجر شي، يبقى الاجابه نمرو بي الي شي، يبقى ساتو دي دالي شي لو باتيسي. احسنت يا استاذ محمود. ننتقل لبيج نمبر 9 مع ميسيو محمد الطراز، اتفضل يا ميسيو. بنكمل المراجعه بتاعتنا. لا فراز نمرو 33، الجمله رقم 33، لا كامبان اي سوبر نو نوار بارلو. ركز معايا بجمل الضمائر الشخصيه. انا عندي هنا لا كامبان اي سوبر نو بوان بارلو. اول حاجه بفتكر ان فيرب بارلي كان بيجي وراه اي اكسون وبعديها عاقل، وكان ممكن كمان يجي بعديه دو. هنا هحاول انقل جمله كلمه لا كامباني بعد بارلي، هقول نو بارلو دو لا كامباني. بعد ما انقل كلمه لا كامباني بعد بارلو هتبقى قبلها دو لا، اداه من ادوات التجزئه. واحنا قلنا لو انت من ابناء التراس وعارف مربع الضمائر الشخصيه اللي هو كان فيه لو لا والابستراف واللي واللوي واللا والاو والايجاك، انت عارف ان من شروط الضمير او يكون المفعول مسبوق ب اداه نكره تجزئه ظرف كميه رقم او عدد. هنا هيبقى قبلها دولا فعوض عنها بالضمير او لاختيار نمرو ا. الجمله اللي بعديها 34 كومبيان دو فيلم افي فو بوان سوموا. اول حاجه انا عندي هنا الجمله في الباسي كومبوزي، هبدا اركز. انا عندي دلوقتي اداه الاستفهام كومبيان دو،
هل أنا عندي تبعية مع أفوار هي نقطة خارج النطاق، ولكن مع عمود الأسئلة الجديد والتنوع في الأفكار وارد أن يكون عندك المعلومة دي. خلي بالك أن شروط التبعية مع المساعد أفوار في حالة وجود أداة الاستفهام كومبياندو كتير لازم يتحققوا كلهم. أول حاجة أن أداة الاستفهام كومبياندو ما جاش قبليها حرف جر. تاني حاجة أن ترتيب الجملة طبيعي وأن بعديها جاي مفعول. دي من النقط المهمة والأساسية اللي أنت لازم تركز معها. ثانيا أن المساعد هو verb avoir. بعد كده هضيف هنا تبعية حسب كلمة فيلم، فيلم جمع مذكر، فهزود أس على اسم المفعول. اسم المفعول من verb voir بيكون vu، فأختار الاختيار نمرو دي، يبقى كومبياندو فيلم أفي فو فو سوموا. نمرو 35 الجملة 35 جاشت أن كيلو دو فياند بوا لا بوتشيري. لازم تركز جدا، ولا بعد النقط هنا ده مكان ولا شخص؟ بوتشيري محل الجزارة، فهنا هحط قبليها يبقى جاشت أن كيلو دو فياند ا لا بوتشيري. طب لو كان ده شخص بوتشي اللي هو الجزار نفسه، كنت هاخد حرف الجر شي، لأن شي يجي بعديها عاقل. La phrase numéro 36 جمله 36 بيقول له oui monsieur nous avons des glaces. نحن لدينا ايس كريم artisanal délicieux. هنا الصفه تتبع الموصوف، وزي ما مستر محمد الويش قال من شويه اقرب موصوف كلمه جلاس، ودي كلمه جمع مؤنث، واحنا عرفنا دايما ان الجمع المؤنث دايما بيكون اخره او اس، فاختار الاختيار نمرو بي. سيفيني أنت مسيو محمد. ننتقل لبيج نمبر 10 مع مسيو محمد الويش. اتفضل يا مسيو. نيجي بقى نوع جديد، هو نوع ان هو بيديك الفعل وانت بتصرفه، بس ممكن يلعب لك على المعنى او على معلومه مرتبطه بالجرامير او معلومه عامه. مبدئيا كده كان قبل ما اشرح وقبل ما اقول السؤال، في فرق كان عندنا فعلين بمعنى يعني فيرب كوناتخ وفيرب ايه سافوار. طيب الفرق بين ان فيرب كوناتخ دي لازم يجي وراء اسم نو، ممكن يبقى مثلا اسم شخص زي مثلا جو كوني ماري، ممكن يبقى مثلا ايه اسم عام او اسم مثلا مكان جو كوني باري، او ممكن حتى يبقى اسم شيء زي جو كوني لا تور ايفيل. يبقى انا بعرف بيجي وراها اسم، ولكن فيرب سافوار بيجي وراها حاجات كتيره. اللي عندك في المنهج ان فيرب سافوار بيجي بعده الانفينيتيف المصدر، المصدر طبعا يا شباب اللي هو اخره ار او ايه او اخ او، ده المصدر عندنا. فانا هبدا اقرا السؤال، بيقول لي فو نو با شانتي دي شانسون فرانسيز، يعني حضرتك ما بتعرفش تغني ايه اغاني فرنسيه. هنا المفروض الفو بتاخد ايه في التصريف زاد، فبالتالي هختار ما بين السؤال او اسف اختياري رقم ا ورقم دي، لان الاثنين دول واخدين ايه زاد. بص كده على اللي بعد النقط، جاي لك ايه؟ جاي لك نو. لو جاي لك نو اسم هتختار الاجابه الاولى، لان فيرب كونيتر بيجي بعده اسماء، ولكن لو جاي بعده فعل هتختار فيرب سافوار اللي بيجي بعده فعل في الايه في الانفينيتيف في المصدر. طبعا هنا الكلمه اللي بعد النقط فعل ايه شانتي بمعنى يغني، فبالتالي هنا هيجي فيرب كوناتخ اللي بيجي بعده اسماء، ولا فيرب سافوار اللي بيجي بعده افعال وفعل في المصدر. طبعا في الحاله دي هستخدم ايه فيرب سافوار اللي بيجي بعده فعل في المصدر بالاجابه رقم دي. اللي بعد كده سي شوسور سافو بيان، طبعا كنا واخدين الملابس والاحذيه في منهج ثانيه ثانوي الترم الثاني، فكان عندنا تعبير فيرب لي عامه بمعنى يذهب عليه، ولكن كان في تعبيرات جايه مع فيرب افوار الفيرب ايه عليه، زي ايه علي بيان بمعنى يليق او يناسب. طب تمام، اذا هنا معنى الجمله سي شوسيغ سافو بيان، يعني يناسب حضرتك. طب هنا المفروض ان انا عندي ضمير سافو الجمله بصرف عليه دايما، ليه؟ لان هو الفعل بتاع الجمله اللي في الاول ده هو هنا بيضحك عليه بيديك سي شوسيغ سا، فهنا الساعد على الشوسيغ فبيساوي الايل، ولان طبعا الفعل بيبقى معاه مصرف مثل الايل، والايل بتاخد ايه في تصريف فيرب لي طبعا فا الاخيره. سي سوبر مارشي ا بوين ريون كو سو ماجازان، هنا احنا بنتكلم على المقارنه، وكان عندنا ثلاث انواع من المقارنه، مقارنه اسماء وافعال وصفات. فالمفروض هنا عندي انهي نوع من الايه من المقارنه. طيب بص على اللي بعد النقط وانت تعرف اللي بعد النقط، هنا كلمه ايه ريون اقسام، يبقى دي مقارنه اسماء. طب انا عايز اتبع الاجابات، مبدئيا كده مقارنه ايه المقارنه هنا في الجمله، عرفت ان اصلا دي مقارنه، قال لك الكو موجوده، فبالتالي المفروض انا عندي الكو موجوده في السؤال، فابعد عن اللي فيها كو، لان ما ينفعش اثنين مقارنه او في السؤال يبقى فيه اثنين كو. طيب تاني حاجه لازم اعرف ان المعلومه بتقول ان حرف ان مقارنه الاسماء فيها حرف الجر ده ايه ثابت، فبالتالي يبقى الاجابه هتبقى بلوس دو مش بلوس دي. اخر جمله ان سي با دي تو، طبعا يا جماعه احنا عارفين ان فيرب بيجي دايما مع ادوات تجزئه، وعند النفي بحول الى ايه
الى 2، يبقى بالتالي الاجابه هتبقى هنا نيمبرو 3. احسنت يا مستر محمد. ننتقل لبيج نمبر 11 مع مسيو احمد الفي. اتفضل يا مسيو. On va compléter, un Kamel, avec la phrase numéro 41. Tu veux des verrouilles? Non, je n'en veux point. طبعا لما بنتكلم على فراز في النيجاسيون فاوريدي احنا زي ما احنا عارفين ان النيجاسيون هو ضيف دائم في امتحانات الثانويه العامه باستمرار. هنا انا عندي كلمه دي فيغوي اللي هي الفواكه. كلمه دي فيغوي هو الكومبليمون اللي اتحذف من الجمله. طبعا لو في كلمه فيروي محذوفه من الجمله انا هستخدم غيان، هقول جو نو فو غيان. لكن لو خدت بالك وركزت شويه وخدت وقتك هتلاقي ان كلمه دي فيغوي مش محذوفه لان هي موجوده في شكل الضمير الشخصي اون، وبالتالي هنا هنستخدم بلو، يبقى جو نون فو بلو. اوكي، يبقى خد بالك من الجزئيه دي كويس جدا. في نمرو 42 هنا بتكلم عن ليز ادفيرب دو ليو اللي كانت موجوده معانا في الصف الثاني الثانوي. خالد نابيت با بري بوان ايكول السلام. طبعا احنا عارفين ان بري والواو اكوتي اون فاس بيجي بعديها دو ودو لا ودو الابوستروف، ودي عندي ايكول بدا طبعا بفويل عشان كده هنختار دو الابوستروف. هقول خالد نابيت با بري دو ليكول السلام. في نمرو 43 tu vas toujours au parc d'attractions؟ non je ne point vi point. طبعا دي شكل ونمط من الاسئله المزمع انها تكون متواجده ان شاء الله باذن الله في النظام الجديد في الامتحان، واحنا ننتظر طبعا لظهور الامتحان التجريبي الاسبوع ده عشان يكون بشكل حقيقي وواقعي. هنا انا عندي اختيارات متعدده، عندي نقطتين لازم اشتغل عليهم. واحده واحده هنلاقي كلمه توجور اللي معناها اولويز او يوجوالي بالانجلش. طبعا كلمه توجور في النيجاسيون في النافي بتتحول دايما لجامي. اوكي، يبقى انا كده عندي اختيارين خرجوا بره نطاق الاختيارات تماما اللي هي بي ودي، لان كلمه جامي موجوده في ا وسي. اوكي، يبقى احنا كده خلاص هنختار يا اما ا يا اما سي. نرجع تاني للفراز هنلاقي كلمه بارك داتراكسيون هو الكومبليمون دوبجي الانديريكت، طبعا مفعول غير مباشر. مش بس كده، لا ده غير عاقل، بيعبر عن ليو بلاس مكان، هنعوض عنه بالبرونون بيرسونيل اغريك، وبالتالي هنختار نمرو سي. يبقى tu vas toujours au parc d'attractions؟ non je n'y vais jamais. في نمرو 44 لو مونتو اي بوان كوير بوان. طبعا عارفين لي بروميير ماتيير المواد الخام دائما بتاخد حرف الجر اون، اذا خلاص الموضوع انتهى تماما والاختيار بقى واضح ليا، هنختار بي. يبقى لو مونتو اي تون كوير ناتورال اون لي طبعا كبريبوزيسيون لي استخدامات كثيره جدا، مش بس مع البروميير ماتيير، لا كمان مع الماتيير سكولير ولي سيزون دو لاني ولي بي او فيمينا، لي استخدامات كثير جدا، يبقى لازم ناخد بالنا من الضمير الشخصي او من حرف الجر اون. احسنت يا مسيو احمد. ننتقل لبيج نمبر 12 and the last one مع مسيو هيثم عمر. اتفضل يا مسيو. On va compléter la révision numéro 45 ne pas nous sommes en avance. nous sommes en avance. نخلي بالنا كويس جدا ان الجمله اللي قدامنا دي جمله امريه عشان بدات بفيرب هنا اهو. لما تلاقي عندك جمله امريه وتلاقي عندك الفعل اللي موجود بين الاقواس فعل ذو ضميرين، لازم تسال نفسك السؤال ده، هل الجمله اللي انا بتعامل معاها جمله مثبته ولا جمله منفيه؟ لو بنتعامل مع جمله مثبته فلازم الفيرب يجي في الاول ويجي بعده ضمير المفعول، اما لو بنتعامل مع جمله منفيه فلازم ضمير المفعول يجي في الوقت ده في الاول ويجي بعده الفيرب. وبالتالي انا عندي الجمله اللي قدامي فراز نيجاتيف جمله في الوقت ده منفيه، فلازم في الوقت الضمير المفعول يجي في الاول ويجي بعده الفيرب، وبالتالي يبقى نيميرو بي ونيميرو دي في الوقت ده مش هنحتاجهم هنا اهو. طبعا في الامر لازم هنحذف حرف الاس من جميع افعال المجموعه الاولى مع الضمير تي، يبقى في الوقت ده الاختيار اللي عندي نيميرو سي نو تو دو باش با نو سومز ان افونس. نيميرو 46 تي تليفون اسامي نو جو فوا او كليب. طبعا الجمله دي خاصه بالضمائر الشخصيه، نخلي بالنا كويس جدا ان درس الضمائر الشخصيه لازم يجي بشكل اساسي في كل امتحان ثانويه عامه. انا كل اللي محتاجه منك انك تبص على الكومبليمون اللي موجود عندك بعد النقط فيرب فوار. فيرب فوار هنا هو يجي بعد كومبليمون دو بجي ديريكت، يبقى في الوقت لما اجي ارجع الجمله الاصليه هقول له نو جو فوا سامي او كليب، يبقى هذا المفعول به مباشر، وبالتالي يبقى هنختار الاختيار نيميرو ا جو نو جو نو جو لو فوا او كليب. سفر وي اي بون 47 سفر وي اي بون بوا ان. نخلي بالنا كويس جدا لما الضمائر الشخصيه تدخل في زمن الامر تحديدا مع الضمير الشخصي ان واجريك، لو الضمير الشخصي ان او الاجريك دخلوا عندنا في زمن الامر فلازم حرف الاس هيرجع زي ما هو، وبالتالي يبقى هنختار نيميرو بي مونجون. 48 جابيت وتيميتاج.
ايتاج هنا معناها طابق. نخلي بالنا كويس جدا ان نيميرو ويت ونيميرو اونز رقم 8 ورقم 11 هيكونوا مبدوئين بحروف متحركه لكنهم هيتعاملوا معامله الحرف الساكن، وبالتالي يبقى هنختار نيميرو سي جابيت او تيام ايتاج. احسنت مستر هيثم. مسيو محمد الحداد، احنا دلوقتي يعتبر بالورقه والقلم معانا تقريبا حوالي اسبوعين على امتحانات الثانويه العامه. لو عندك اي رسائل للطلبه بتاعتك على مستوى الجمهوريه اللي بتتابعنا وبتتابع البرنامج، تحب تقول لهم ايه؟ احب اقول لهم حلمك قرب، امسك فيه، وان شاء الله الفرنسيه دايما او ماده اللغه الفرنسيه مصدر السعاده لكل البيوت المصريه. حاول تخصص جزء بسيط من وقتك كل يوم عشان تراجع فيه الفرنساوي، لان مفيش الا قبليه يوم قبل الامتحان، فلازم تذاكره في الفتره اللي جايه دي مع العربي، وبالتوفيق ان شاء الله والدرجه النهائيه ان شاء الله للطلبه كلها. جميل جدا. مسيو محمود سعد، تحب تقول للطلبه بتاعتك؟ طبعا ربنا يكون في عونكم، طبعا سنه دراسيه طويله جدا، معلش طبعا خلاص ده وقت الحصاد، لازم الناس عاون تجتهد اكتر، الناس ما تنامش. عارف ان الناس تعبت طبعا سنه طويله جدا، بس لازم الناس كلها تجتهد، وباذن الله ربنا معاكم ويوفقكم، ويا رب تكونوا انبسطتوا معانا في حلقه النهارده، وباذن الله الامتحانات تكون في متناول الجميع باذن الله. شكرا مسيو محمود. مسيو محمد الطراز، تحب تقول ايه للطلبه بتاعتك؟ بنقول المشوار طال وان شاء الله هانت، وشدوا حيلكم، سنه بدات بدري وبتنتهي متاخر، ولكن افتكر دايما حلمك واسعى من اجله. ربنا سبحانه وتعالى قال وقل اعملوا، وقال كمان الاجتهاد، السعي. طول ما انت عندك حلم كبير اسعى على قدر حلمك، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله باذن الله. مسيو محمد الويشي، تحب تقول الطلبه بتاعتك؟ ان هو خلاص ما عادش وقت دلوقتي، المفروض ان انت تجمع كل اللي انت كنت عمال بتذاكر وتتعب طول السنه كانت طويله على الكل، سواء كانت مدرسين او حتى طلبه، بس كل واحد كان بيشوف اللي هو عليه بيعمله. دلوقتي ما عادش في وقت انك انت تقعد تراجع وتقعد تذاكر، انت دلوقتي المفروض تحل اسئله. يعني انت دلوقتي لما تحل اسئله تطلع الافكار بتاعت الاسئله، لان طبعا زي ما انتم عارفين النظام الجديد بيبقى دايما بيجيب الافكار، يعني القاعده بتجي لك سهله بس فيها فكره معينه، من كتر ما انت بتحل كتير هتعرف تطلع الفكره دي. فدلوقتي مطلوب منك انك تحل وما عادش وقت، وطبعا بما ان امتحان الفرنساوي قدامه وقت قليل، حاول انك تخصص قدر وقت معين في اليوم، مثلا تحل بوكلت 2-3 بافكار متنوعه، وان شاء الله ربنا يكرمك. مسيو احمد الفي، بلغه هاتريك، الطالب المفروض يعمل ايه دلوقتي عشان يجيب جون في الفتره دي؟ بلغه هاتريك بقى، يبقى المسج بتاعتنا مش هتبقى بس لطلبه الثانويه العامه، المسج والرساله لاولياء الامور بجد، يعني كفايه، يا ريت ما يبقاش فيه لود على الطالب قوي، وما نحطوش تحت ضغط الفتره اللي جايه دي، لان بجد يعني كثره الضغط تولد الانفجار، بالعكس احنا محتاجين ان احنا نوفر له حاله مميزه وروح معنويه وطاقه افضل وطاقه ايجابيه في الفتره اللي جايه، ما نحطوش تحت لود اكبر وضغط اكتر. ده بالنسبه لولي الامر. بالنسبه للطالب، لا انبسط قوي بالفتره اللي انت فيها دي، انت اشهر مشهور في مصر دلوقتي، يعني هتلاقي الناس بتتكلم عنك والامتحانات وصعوبه الامتحانات وبعد كده يعني ان شاء الله باذن الله المستقبل والدنيا مفتوحه ليك قوي في الفتره اللي جايه، انت تقدر تنجح في اي مجال واي مكان تختاره ان شاء الله بمشيئه الرحمن، ربنا يوفقكم. ودائما زي ما مستر زي مسيو محمد الحداد قال، ودائما وكالعاده الفرنسيه مصدر السعاده. مسيو هيثم عمر، أقول لهم قبل ما نختم كده، عايزين رسائل طمأنة للطلبة اللي بتذاكر دلوقتي. أقول لهم حاجتين، أول حاجة خاصة بالفرنساوي، الوقت ده تحديدا وقت قاتل بالنسبة لينا، خلاص الامتحان قرب، كل اللي محتاجه منك وكل اللي محتاجينه من حضراتكم دلوقتي إنكم تحفظوا أكبر قدر ممكن من الكلمات، لأن الفرنساوي في الكلمات درس السؤال الأول والسؤال الثاني كلهم قايمين على حفظ الكلمات، وبالتالي أنا كل طالبه من حضراتكم دلوقتي إنك تراجع على أكبر قدر ممكن من الكلمات. الجزء الثاني خلاص يا شباب، هانت، حلمك قدامك، حارب علشانه، يعني كل اللي أنت فيه حاليا ده لا تساوي أو لا يساوي لحظة ظهور نتيجتك وفرحتك بمستقبلك. أحسنت يا مسيو. طبعا أنا بضم بصوتي لصوت الأساتذة الأفاضل، وبالنسبة لكل الطلبة اللي بتشاهدنا دلوقتي على مستوى الجمهورية، اكتب برنامج مدرس على الهواء قناة الصحة والجمال على اليوتيوب، هيظهر لك العشرات من الحلقات سواء في الفرنساوي أو كل المواد للثانوية العامة، وبالتوفيق لكم جميعا وإن شاء الله موفقين. شكرا لكم جميعا.